لا تنسونا من الدعم، هذا الكود الخاص فيني. اول منطقه تنزل فيها اللي هي منطقه الخشبيه هذه، المنطقه الخشبيه هذه ليش؟ تنزل هنا شوف تحت بالضبط، تشوف هذا قدامك هناك، هذاك هي خلينا نقول الحجر الاول، هذا هو ازرق. فتجي من هنا تجي تكمل من هنا ترجع لفوق، هنا تحصل الحجر الثاني، هذا الحجر الثاني اصفر. بعدين نكمل هنا خطنا، تجي هنا، هنا تحصل الحجر الثالث، هذا الحجر الثالث ازرق برضه. كمل طريقك من هنا لين ما تحصل نزلة. يا الله النشبات، هذه نزلة. بعدين في نزلة ثانية هنا تنزل معها وتخش يمين وتروح سيدة، بعدين تطلع يسار هنا. هذه الأخيرة، هذه هي الأربع أماكن. طبعا مثل ما قلنا أزرق أصفر أزرق، بعدين هنا أصفر، بعدين هنا أزرق وأزرق. تفتح معنا، إذا فتحت يفضلك تستخدم هذا السلاح. ليش؟ عشان تقدر تكسر اللي هي الجدران هذه حق الخاص. تمام بالطريقة هذه. عشان ما يجيك شيء، ابد تخش من هنا، خذ لك هذا الشيء اللي قدامك، وبرضو عندك اللي هنا الجدار هذا اكسره. في عندك الجدار هذا برضو تكسره، بعدين تجي هنا تحصل باب، سوي له اي رمز انت يعجبك، راح يفتح معك. طبعا لا تنسى المكان هذا فيه فخين حق الكور، تمام؟ الفخين هذولي انتبه منهم.